احنا مع لقاء فن فنانين، واليوم حابين نتعرف على الممثل جلال مصاروي. كمان انتهى من اخراج فيلمه السينمائي الاول، فيلم قصير المرأة من بار بلو. كل التفاصيل من جلال رح نسمعها بعد شوي. مرحبا جلال، كيف حالك؟ مرحبا شاب، يعطيك العافية عزيزي، كله تمام. سهل. حكي لنا عن قصة الفيلم المرأة من بار بلو اسمه؟ ايه مزبوط، الامرأة من بار بلو. فيلم عبارة عن دراما كوميدية مع شوية لمسات من الغموض هيك. فيلم ببلش مع عائلة برجوازية عربية طبعا، اللي بيكونوا قاعدين يحضروا حالهم لزيارة ابنهم الوحيد اللي جاي مع حبيبته. الفيلم ببلش قبل اللقاء هذا، يعني بيكونوا شوي متوترين شوي مضغوطين. الام البرجوازية بتكون متذايقة هيك، لانه يعني انه ما اخذ الموافقة تبعيتها قبلها وهيك، وبعد هالابن بيجي مع حبيبته اللي بيمثلوا هذول الأدوار، هم علاء بكا ومنى حواء. وشوي شوي كمشاهدين بنبلش نكتشف انه والله في اسرار هناك اللي مخبيه، وانه يعني في اكثر من شخصيه اللي مخبي اشياء اللي بالغلط بتنكشف وبتأدي يعني لصراع معين اللي بيصير هناك بين افراد العائله. صحيح. شو خلاك تكتب على هيك موضوع او تتناول هيك موضوع باول فيلم لإلك؟ طبعا بصراحة أنا كتبت كثير قبل هذا أول فيلم اللي يعني عن جد بكت به، وبظل يعني لحديت ما أخرجه، لأنه عادة يعني قبل كان في ملان صعوبات، يعني الشغلات اللي تتعلق بالميزانية، ما كنتش يعني حاسس إني جاهز كسيناريست إني أكتب إشي اللي هو يعني إنه أطلعه أصوره. شو اللي شدك بالموضوع هذا بالتحديد إنه قلت بدي أنفذ؟ طلع هو انا يعني بصراحه التمثيل يعني من وانا صغير متذكر حالي كنت بدي اصير ممثل، يعني بلشت بجيل 16 في دوره في كفر سابق اسمها بيمات هنوعر. من هناك شوي شوي بلش الاشي، يعني انه وصلت لاوديشنز للوكيل تبعي، ومن هناك شفناك بعده اعمال كممثل، صح؟ منها مسلسل منى، نذكر المستمعين، بصالون هدى كان لك كمان بفوضى، مظبوط، وحاليا في لك كمان فيلم مع تامر نفار حمص في التريلر. مظبوط. وفي كمان مظبوط، وفي كمان فيلم اللي اسمه سافوي اللي راح يطلع بالاشهر القريبه، وكمان كنت بعاصفه رمليه. بس هن هذول المشاريع المعروفه يعني اللي انت ذكرتهم. شو خلاك تتناول هيك موضوع، انه انت كمخرج تتناول هيك موضوع اجتماعي باول فيلم لك؟ طلع عادة الأشياء اللي كتبتها، يعني إنه لاحظت إنه العناصر اللي عادة بنجذب لإلها هي مواضيع يعني حساسة نوعا ما، ومش مواضيع اللي عادة بتناولوها أكيد مش بالسينما المحلية، يعني خصوصا لما بنحكي عن قصص اللي هي يعني بتصير بالمجتمع العربي اللي هو يعني بأغلبيته مجتمع اللي هو نوعا ما محافظ، يعني مظبوط في تنوع، يعني في بس الفيلم يعني لنحكي للمستمعين ما فيهوش مشاهد جريئة، بس ممكن التناول جريء، صح؟ مظبوط، فيش مشاهد جريئه، بس انه في مواضيع اللي بنحكي عنها اللي هي نوعا ما يعني تكون مش لهالدرجه مقبوله بمجتمعنا وبتطير. لنحكي للمستمعين ايش قصدك، خيانات، علاقات؟ مثلا خيانات، اولا علاقات اللي هي برا الجيزه، اولاد برا الجيزه، يعني طبعا مش هذا هو الموضوع الاساسي، هذا هو شيء هامشي، بس تكون هذا له علاقه بالاسرار. وغير هيك في كمان الفاظ نوعا ما بذيئه اللي هي بتنحكى من الناس اللي احنا بالمره بنتوقعش نسمع منهم يعني اشياء من هالنوع، يعني عاده هي احدى الشغلات اللي كثير جذبتني يعني بالشيء اللي كتبته، ان العائلات البرجوازيه العربيه تحديدا بيكونوا مرجين صوره هيك معينه للعالم الخارجي، تمام؟ وعاده يعني بس احنا نسكر الابواب ونكون بس لحالنا مع بعض، ساعتها وجهنا الحقيقي بيطلع، يعني فهذا الشيء اللي حبيت يعني ان عن جد يعني تورجيه كمان. 100%. عشان هيك في كمان شخصيات اللي بالمره مثلا يعني مش متوقع انهم يحكي لهم سب هنا وهناك، وهذا الشيء انا دققت عليه، والشيء اللي وضحته للممثلين يعني باول المراحل، يعني اول ما عملت الاوديشنز يعني وضحت هذا الشيء، لانه يعني هذا العنصر ما كنتش بتنازل عنه. يعني انت طبعا ممثل وبحاجه لادوار دائما، وانه يعرفوك بهالمرحله خاصه انك بمرحله الانتشار، ليش مش انت اللي مثلت؟ ليش استعنت بعلاء دق ومنى حوا؟ والله بصراحة انه يعني انه كان خيار اللي هو مش هوين، تمام؟ يعني عن جد مش خيار هوين، انه يعني كنت انا مفكر اني رايح امثل الدور هذا، حتى يعني لمرحلة معينة تقريبا سكرنا يعني انه انا خلص اللي رايح امثل هذا الدور، بس المنتج تبعي حكى لي ايامها انه طلع يعني انا فاهم عليك قديش انت حابب السيناريو هذا، وعن جد انا كثير حبيته يعني كممثل، يعني بالضبط انا لازم اركز، ويعني كثير بشكره للمنتج يعني على هذا القرار، لانه من يوم انا اخرجت كمان فيلم على فكره بعد اللي بعده ما طلعش، ويومها كمان انه قلت خلص يعني حتى ما
فكرت بهذا الأمر، لأنه باللحظة اللي بدي أخرج لازم أكون 100% مخرج يعني. وملحن بالآخر ما مثلت بالفيلم، لأن حبيت أنه عن جد كل التركيز تبعي يكون بالإخراج، أنه يكون وراء المونيتور، أنه أشوف الممثلين، أنه أحكي مع المصور، كون مسؤول على كل العملية ما تلتي بالتمثيل بالضبط 100%. ولو أني مثلت بالفيلم يعني بعرفش كداش عن جد يعني كنت يعني رايح أخرج زي ما لازم، لأنه الواحد يعني كمخرج بيكون يعني في يعني 20 شغلة يعني بنفس الوقت اللي صحيح. بتصير جوات راسه، ولازم يعني عن جد انه خلص يعني يركز على شيء واحد. نحكي شوي جلال مصاروي على فيلم صالون هدى اللي عمل ضجة كبيرة، انت طبعا بتشارك بهالفيلم، احكي لي تعرضت لهجوم بشكل مفاجئ؟ لا انا اقول لك اياها صراحة بشكل مفاجئ. لا منيح، مفروض كل مبسوط يعني، بس طلعوا هم ليه نوعا ما يعني. بس على فكرة كمان بفكر يعني من مش اني سمعت ولا هذا، بس بفكر من اغلب الشغلات اللي كريتها يعني بالتعليقات وكل هذه الاشياء، كمان الممثل اللي كان معها بالمشهد ما حدا تهجم عليه يعني. والشيء مؤسف انه على الممثل والممثل الثاني اللي بتكون المرأة النساء بالضبط اللي بتخدرها. انا شخصيا ما تعرضت لهجوم يعني، بس انه طلع يعني كان شيء اللي هو نوعا ما مخيف يعني، انه مش شيء هوين انك صحيح. طب شو رايك انت بالفيلم؟ احكي لنا شو رايك بالفيلم، عجبك؟ بتنصح الناس تحضره؟ انا كثير بنصح الناس تحضر. طبعا احنا بنحكي عن فيلم اللي هو لهاني ابو اسعد يعني من اهم بجزء اهم مخرج فلسطيني يعني شغال بهذه الفتره. وصلت انا للفيلم هذا يعني بالصدفه يعني، ما كان في تخطيط عن جد، وصلت للصدفه. كنت بهذيك الفتره امثل بمسرحيه اللي انعرضت بالناصره، وبالصدفه الممثل كامل الباشا بيكون صحبي مع هاني ابو اسعد. هاني ابو اسعد انه اجا وهاني وشاف المسرحيه، وبعدها اللي دور هذا كان يعني كان موجود يعني، كانوا مخططين يعملوا التصوير ببيت لحم، وكان عندهم ممثله دور كل شيء، بس كان من حظك بالاخر الدور، كان من حظك. كان من حظي، وكثير كثير انبسطت بالشغل. قولي والمجتمع القريب منك، اصحابك والمعارف، شو قالوا لك انك شاركت بهيك فيلم؟ هزموك ولا بالعكس انبسطوا؟ هل قصدك بسبب المشهد الجريء نوعا ما بشكل عام عشان الفيلم تهاجم؟ لا بشكل عام طلع يعني ما حداش بصراحة يعني انتقد وجودي بصالون هدى بسبب هذا المشهد. في ناس اللي يعني مش هالكد حبوا الفيلم كفيلم، لأنه كمان يعني بغض النظر عن الإشي عن المشهد الجريء اللي كان هناك يعني، بس في كمان كان هناك نقاش اللي هو نوعا ما هامشي عن كيف طريقة كيف بيورجوا المناضل الفلسطيني وعدة أشياء يعني من هالشكل. فالانتقادات كانت بس مش عليك بتقول جلال؟ لا مش علي يعني. طبعا الناس اللي قراب علي وهيك قالوا لي شو رايهم يعني بالفيلم هيك ككل، بس انه يعني ما حدا انتقدني يعني على وجود الفيلم زي هيك يعني. الناس كانوا واضحين وصريحين معي، اللي ما حبوش يعني كل ليش ما حبوش انه كان في هناك نقاشات معينه، بس يعني ما حداش توجه لي وحكى لي مثلا انه ليش مثلت بهيك فيلم، انه كان شكل لازم تمثل بهيك فيلم، واكيد يعني ما تهددتش يعني. ما انا بصراحه توقعت يعني بصراحه اول ما بلشت الضجه وهيك يعني كنت رح يوصلوني كمان انا 100% رايحين يوصلوني، بس بالاخر لا ما صارش شيء يعني. كثير سالوني، كثير ناس بتتفاجئ لما احكي لهم انه لا هو جوزي مخليني اتنفس ولا شيء، لساته مفكر اني بحب واحد ثاني. ما طلعت من الصبح كل هالوقت مع صاحبك؟ بحياتك امزح معك، هاي مش مزحة. جلال مصاروي انبسطنا بالحديث معاك اليوم، وبدنا نشوف الفيلم. الجمهور وين ممكن يشوف الفيلم؟ امرأة من باربلو. والله بالصدفة هسه انكبل امبارح يعني، عرفت انه انكبل لمهرجان بلوس انجلوس، فما ظنش انه يعني انه الاشي هالكد ريليفنت هناك، بس طلع ان شاء الله يعني عن قريب نحط عرض هيك محلي بجوز عنا بالحيز في جمعية تشرين، او اشي اللي هو محل ثاني بس بمبادرة الجمعية، او نشوف كيف يعني. انا ان شاء الله يعني رايح احتلن يعني، بس يكون يعني في عرض مخطط، لانه حاليا بشتغل كمان على فيلم طويل بحاول اركز فيه شوي، وكمان في عندي منتجة الفيلم الثاني اللي خرجته هو كمان فيلم قصير. ان شاء الله بالهيك الشهر شهرين القراب يعني، بس يهدى الوضع شوي بنخطط لعرض هنا كمان طبعا يعني بننشر عن الأمتي. تمام، شكرا لك جلال مصاروي، انبسطنا بالحديث معك وتعرف عليك اليوم. شكرا لك عزيزي شادي، وانا كمان انبسطت. الى اللقاء.